فطرتنا النهاردة كان عبارة عن قراقيش بالعجوة ومعمولة وبالملبن. تعالوا شوفوا الوصفة الجميلة دي، وناعم جدا. لو تحب تشرب كوباية شاي بقراقيش أو بمعمولة، خش شوف الفيديو وأتمنى يعجبك، وتعمل مشاركة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا ونسمي الله. صباح الخير عليكم، صباح الخير على كل محبيني ومشاهديني. مفيش شك كل بيت بيحب يشرب فنجان شاي بقرصة، بقرقوشة، ببسكوت، بأي حاجة. واحنا هنا متعودين نشرب الشاي بقرص أو قراقيش أو أي حاجة من دي، فعشان كده كل ما بتخلص أنا بعملها. يعني لو مثلا ما بتقعدش 10 أيام أعمل غيرها. تمام. هنا في كيلو لبن، كيلو دقيق قصدي، عليهم شوية ملح، ذرة ملح يعني. تمام. هنحط عليهم هنا السمسم في حفرة صغيرة هنا بالنص. تمام. هحط كده السمسم. وهنا في محلب انا طحناه من عمان، هي ازازة صغيرة، دي محلب اهو. تمام. وهنا بيكنج باودر زي ما يطلعوا بتاع نص كوب، نص معلقة. عندي هنا نص كوباية زيت، وهنا زي ما يطلعوا سمنة، لو طلعوا كوباية ونص هكملهم زيت. تمام. هنحط هنا الزيت الأول، هنحط هنا السمنة على الزيت عشان اعرف المقدار قد ايه. بسم الله. نمسيحها يا جماعة، نسيحها. كده يعتبر كوباية، ودي هتكون التانية. كده هيبقوا اتنين. هنكمل ربع كوباية زيت تاني، يبقى كوباية الا ربع زيت وكوباية ونص سمنة. اهي كده. تمام كده. يبقى ايه؟ كوباية الا ربع زيت وكوباية ونص سمنة. خلاص كده. عندي هنا لبن رايب، انا هبسسها كده كويس قوي. والخميرة بعمل لها اختبار وسايباها تخمر بالدقيق والسكر والخميرة. باكو خميرة ومعلقتين سكر ونص كوباية دقيق من الكيلو. تشرب كله تمام عبال الخميرة ما تخمر شوية، اكون انا عملت ده كله. وانا عندي بواقي عجوة وبواقي ملبن هنعمل بيهم، اي حاجة بتفيد بشيلها في التلاجة، ما فيش حاجة بتترمى يا جماعة. خلص بقى التبسيس ده كده كويس وارجع لكم تاني. هنا خلصت كده بسستها كويس قوي، وهنا الخميرة ما شاء الله. بصوا جمال، بصوا عملت ازاي، حلوة جدا. هنزلها على العجينة. تمام كده. هنا كوباية اللبن الرايب هحطها هنا. ليه؟ عشان اخد بقيه العجين الخميره اللي لازقه. تمام. اهي كله على بعض كده. وهشوف بقى ايه اللي هيحصل، هناخد تاني ولا ايه. عندي اللبن مش مشكله،
عايزاها تبقى ناعمة شوية يعني، لا طرية ولا خشنة، تبقى حلوة في المتوسطة اللي يعرف ياكلها. هنعوز تاني، اللبن الرايب طعمه جميل جدا، بس تجيبيه ويكون مضمون من حد. افتكر كده مش عاوز حاجة تاني، خلاص كده. لان انا هشوفها كده بس، هي عايزة ايه تتظبط هنا شوية وتبقى كفاية عليها كده. جميلة، حلوة جدا ما شاء الله. تمام كده، اريح بقى العجينة شوية قبل ما احضر الصواني بتاعتي وحاجتي وارجع لكم تاني. خلاص كده، حط عليها فوطة عشان العجينة برضو ما تنشفش. تمام، دلوقتي خلاص كده انا ريحتها 10 دقايق قبل ما جهزت حاجتي. هعمل كذا حاجة بتشكيلة يعني، كل واحدة حاجة جديدة ما عملتهاش قبل كده بس ما شفتهانيش. تمام كده، الاول دعكها كده كويس قوي، حط فيها مثلا حتة عجوة. تمام، بقفلها زي المنديل كده، اعملها كده حطها هنا كده وانزلها الطريقة دي. استنوا لحظة كمان، اعملها حلو تاني. اوحش حاجة العجوة الجاهزة اللي هي مفرومة، اوحش حاجة بالطريقة دي كده اهو. وهصغرها اكتر من كده، احطها في الصينيه اهي قدامكم اهي. وهعمل حاجه تاني كمان، اكبر كده شويه كده، اكبرها اكتر. تمام كده، احط فيها ملبن، اعملها اكبر كده، اجيب دي كده اقفلها واطولها بقى بالطريقة دي. جيب سكينة، السكينة تشيل الأطراف. تمام، نعمل ايه بقى؟
ننزلها في السمسم كده. تمام، نحطها اهي بالطريقة دي. كمان نكبرها بايدينا تاني وننزلها في السمسم، نحطها. ننزلها في السمسم، نعملها كده. تمام، نوريكم تاني بالمعجوة. تمام كده، الطريقة دي بتطلع بالطريقة دي كده. تمام، نكمل بقى دي. نشيل منها عشان تبقى قد المسافة التانية، وهنعمل لكم بعجوة تاني. نعمل برضو واحدة طويلة لعجوة. تمام، نحط العجوة، نرفعها شوية. تمام كده، نشيل العجوة، نقفلها، نقفلها كويس. دي كده نقفلها اهي، نبرمها زي الكحك كده. تمام كده، تمام كده. خلاص اخلص الكمية بقى كلها وارجع لكم تاني. بس الطريقة اللي انا عملت بيها بالطريقة بالمسمسم والطريقة التانية، هحط عليها فوطة واركنها تخمر. تمام، وبعد كده ادخلها الفرن. ايه رأيكم بقى في الجمال ده بعد ما خلص وطلع من الفرن؟ تحفة الحقيقة. بس الجمال ادي كده ابو ملبن، تمام، وابو عجوة، وهنا المدور. تمام، انا لسه مكسرة واحدة تحفة بصراحة، جميلة جميلة قوي الطريقة دي. بس الجمال مش عايز عايزة كام لايك بقى عليا كده. تمام، جميل جميل جدا. اتمنى تجربوا الوصفة دي، ولو عجبتكم الوصفة دي ممكن تعمل مشاركة وتعمل متابعة عشان يوصلك كل جديد. واقول لكم باي باي، والى اللقاء في فيديو جديد في مطبخ ماما سوسو. باي باي.